قلنا بالارقام وبالتواريخ فوقاش غنجزوا هذا العمل، فوقاش غادي نديروا الطرقان، فوقاش غنبنيوا المدارس باش ما يبقاوش الاميين عندنا اطفال ديال 8 سنين و9 سنين و10 سنين، فوقاش هاد التغطيه الصحيه. وحنا تنقولوا الحمايه الاجتماعيه، لان 70% ديال المغاربه ما عندهم لا صندوق مغربي للتقاعد ولا ضمان اجتماعي ولا ميتويال، ما عندهم حتى حاجه. هاد الناس خصنا نفكروا فيهم السي عبد الاله بن كيران، هذا هو برنامجنا. الى تقبل هذا البرنامج مع تقليص عدد الوزراء 30، شنو نديروا بهاد 30 وزير؟ كل وزير عنده 5 طوموبيلات، 8 في الديوان، 6 المستشارين، المتعلمات، الناس داخو. الرجل كان تيطيب يده في الدار وبقى الخدامه والشاوج واللي تيعطي السلام تلفوا الناس. غيبقاو 3 سنين باش يولفوا هاد الشيء، و3 سنين وحنا صابرين. ما يمكنش، ما يمكنش. الراجل كان في الاونو، لا عنده اونو، صدق دابا الطوموبيل الالكترونيك تتوقف له، تيعرف لاش. اذا تلفوا الناس، عقلهم ما بقاش. شتا نقولوا لهم حنا؟ وليوا اجتمعوا بالناس، ما تمشي تشوف قنيه وتشوف حديقه الحيوان رئيس الحكومه، سير شوف بنادم. هذه 3 ايام هو يدور على اصحاب القناين، على اصحاب على الحيوانات، وداير قنيه هنا وتيلعب معها وباها، تيقول له خصك تشوف، خصك تملس عليها على قنيه. واش قنيه هي اللي غتصوت على كازي بن كيران غدا؟ اذا ها المشكل اللي عندنا مع رئيس الحكومه، انفصام الشخصيه. بن كيران البارح ماشي بن كيران اليوم، بن كيران كمناضل ماشي بن كيران رئيس الحكومه. الا تيشربوا شي حاجه في ذاك رئيسات الحكومه الله اعلم، الا تياكلوا شي حاجه الله اعلم، ولكن ماشي بن كيران ديال البارح هو بن كيران اليوم.